رجل سمع نداء الفجر فصلى الوتر، فهل فعله صحيح؟ لا، وإن كان أذان الفجر مبكرا قبل الفجر لا بأس، أما إذا كان أذان الفجر على طلوع الفجر فإنه يمسك ولا يوتر، لكن يقضي الوتر الضحى بعد ارتفاع الشمس ويشفعه، يقضيه ويشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا نام عن ورده بالليل، كان صلى الله عليه وسلم يقضيه فيما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر ويشفعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر كما سمعتم، إلى السحر يعني إلى طلوع الفجر، دل على أنه لا يوتر بعد الفجر. نعم، بعد طلوع الفجر.